ونستقبل معنا اليوم مدربة الحياة سينا. يعني أول شيء يسعد صباحك. صباح الخير. صباح النور. كيف كان اليوم؟ الحمد لله تمام. سينا يعني إحنا نشوف إنه كثير مهم إنه نعطي ونشارك في أعمال خيرية عشان نكون شوية مرتاحين أو راضين عن نفسنا. فقد إيش مهم إن إحنا نشارك في أعمال خيرية في حياتنا وش يضيف لنا؟ في مثل بيقول إنه أصغر عمل خيري أهم من الصنية. فالواحد فيكون عنده نية صافية وفينا نحكي ونقول إنه أنا بحب ساعد وبحب أعطي وأنا إذا حيلا حدا طلب مني شيء بركض ويمكن هذا الشيء مزبوط، ولكن الفعل كتير مختلف. ومنعرف إنه الواحد لما يفعل ويعطي بده يطلع من نفسه، بده يعمل مجهود. فلما عم نساعد شخص وعم نعطي هذا الإنسان، ما بنكون بس عم نساعده يمكن ماديا، ولكن عم نعطيه شعور إنه هو مهم وهو بيستاهل هالمساعدة. فنحن ما عم بس نفيده يمكن ماديا، ولكن عم نكبر له قلبه. فهيدي رسالة كتير مهمة. العطاء كمان مثل ما بنعرف انه منه بس مادي، فنحن بنكون عم نساهم بمجتمع، عم نطور العالم، نحن عم نساهم بهيدا الشيء. يمكن انا عم بساهم بمهاراتي، عم بعطي دعم مش بس مادي كمان معنوي. يمكن انا عم بفيد تلميذ من علمي من مهاراتي. فمنه بس الماديات هي، حتى البسمه. البسمة بتعرفي أنت فيك تكوني ماشي على الطريق وتحطي عينك بعين شخص وتتبسمي له ورح تشوفي شو رح يكون هالردة الفعل. فيها تكون عبطة، فيها تكون كلمة حلوة، فيها تكون الإصغاء إنه نسمع لهالشخص. أشكال متنوعة. شيء واسع. صحيح. نعم تينا، المنافع اللي بترجع للشخص من العطاء. إيش ينعكس عليه العطاء؟ نحن كثير بنركز إنه لما نعطي عم نفيد. هيدا الشيء الواضح. نعم. ولكن نحن كمان كثير عم نستفيد، لانه نحن لما عم نعطي عم نشوف انه منظارنا للعالم اختلف. نحن لما عم نحتك بشخص بحاجه لمساعدتنا عم نشوف انه انا مشكلتي صغرت. فلما تحتك بهول الاشخاص يمكن هيدا الشخص منه بالمحيط تبعك. نعم. وانت لو ما احتكيت بهيك شخص يمكن تبني علاقه معه، يمكن يصير في صداقه. نعم. ويمكن يصير في معرفه، وهول الاشخاص انت اذا بدك تختار انه تدخلهم على اجتماعيتك ما رح تعرف وين تلاقيهم. نعم. الا ما تدخل بهالاعمال الخيريه لمساعده بعض الاشخاص اللي هن بحاجه لإلك. فهيدا العمل كله بيزيد من ثقه بالنفس، بيعطينا هدف قيمه. نعم. بالحياه. وهيدي شغله كثير مهمه. نعم. طيب. نعم. الحين هل في حدود للعطاء؟ يعني بعض الاحيان ان الواحد يعطي زياده عن اللزوم فيخرج عن الشيء الطبيعي. فهل فعلا في حدود للعطاء ولا انه مفتوح الموضوع؟ لكن الحدود بفتكر كل واحد لازم يكون عنده الوعي الذاتي، يعرف وين حدوده. كيف يعني؟ مش بس الحدود الماديه، انه اكيد انا اذا عم بعطي اكثر من قدرتي بكون عم بغلط بنفسي وما مفروض نخسر هيدا الميزان. ولكن كمان انا اذا عم بعطي وحاطه ببالي او حاملي هالاعتقاد انه انا اذا عم بنقذ شخص او عم ساعده هو تحس حالي مهمه، فهون هيدي الشغله بتستاهل انه توقفي وتسالي حالك هالسؤال: يا ترى انا عم ببني اهميتي على انقاذ هالمجتمع او هالانسان؟ فهون بتفرق شو النيه من وراء هالعطاء. هل أنا إذا بطلت ساعد بطل عندي هدف بحياتي؟ بحس بالتوتر. فهون صار في شيء تاني ننظر له. ده. ونفتش أنا ليه هالقد عم بساهم وعم بحط من قلبي وقتي ومادياتي؟ هل هي فعلا كرمال الآخر أو أنا منتظرة شيء بالمقابل؟ ده. وإذا هيدا الشخص ما شكرني وما عبر امتنان تجاهي بزعل؟ بياخد على خاطري؟ أنا بقول المفروض لا، ما نزعل. يعني هو هذا، خلينا نسأل إحنا ما هي آداب العطاء إذا صح التعبير؟ إيه فيك تقول هيك. لأنه أحياناً إحنا في يعني نلاحظ كثير من الحالات عفواً إنه في خلط بين الصدقة والتصدق وبين العطاء اللي هو مفهوم يمكن أكبر ويحتاج يعني أسلوب آخر. كل ما يجي الحديث عن عمل الخير دائما احنا نتجه مثلا للعماله. نعم. وكانه انه هم هذه الفئه الوحيده اللي يعني عندها مشاكل او تستحق العطاء.
وممكن هذا العطاء ممكن يكون سلبي عليهم. يعني احنا بدل ما نعطيهم فلوس مثلا او واحد يروح يجيب لك كرتون ماي ويعطيهم، احنا ممكن نطالب بتوفير بيئه عمل لهم افضل، نطالب بزياده مثلا رواتبهم. فكيف الناس عندها، او خلينا نقول التعاطف السلبي، انه انا لما لما العطاء ما اعرف اذا يكون سلبي، انه لما اعطي احد ولكن يجي الشعور انه هذا اقل مني أكيد. او ان هذا يستحق الصدقه او يستحق أكيد. يعني هذا الشيء اللي عم بقولك شيء صحيح، انه لما نحن عم نعطي نجرب نفكر انه هذا العطاء اللي عم ساهم فيه انا كيف عم بيأثر على هذا الشخص، وهل عم بيساعده انه هو يوقف على اجريه. نعم. لانه بالنهايه نحن كمان ما بدنا هالاتكاليه، وبنعرف انه في كثير اشخاص يمكن يعني صاروا عم بيستغلوا هذا الشيء، فبيبطلوا هن يعملوا هالمجهود الشخصي، ببطلوا يشتغلوا على نفسهم انه يظهروا من هالمكان اللي هن علقانين فيه. فانا كمان ما بدي زيد على هالمشكلة أو غزية أكثر. فهون أكيد هي مسؤوليتي أنا أعرف يكون عندي شوية معلومات حول هالشخص، حول هالمساعدة اللي عم بعملها لوين عم توصل على المدى البعيد. فعلا صحيح. بتينا أنا كشخص مثلا يعني أتلقى العطاء، مش أنا المعطي، أنا أتلقى، متى أرفض هذا العطاء؟ حسب كل واحد شو حالته. يعني أنا أقصد انه كيف، يعني هل في اداب للعطاء؟ هل في اتكيت؟ هلا اكيد حلو الواحد يعبر بامتنان، يكون ممنون. يمكن ما راح يقدر يعطي للاخر، لنفس الشخص بنفس القيمه الماديه، ولكن فيه يسال عنه، فيه يعطيه عبطه، يعطيه قبله، يكون عطاء من نوع اخر، مش فقط العطاء المادي. مش اكيد المادي. بالنسبه للمبادرات لاعمال الخير، هل عندك افكار ممكن احنا نشاركها مع المستهل؟ يعني مثل ما قلت انه غير العمل المادي، مثل ما قلت الواحد فيه يساهم بسلوكه بمهاراته. يعني انا يمكن حب ساعد تلميذ، أنا يمكن أنا كتير قوية بمهارة معينة أو عندي معلومات بموضوع مهم، أنا يمكن أعطي وقتي، أعطي طاقتي تساعد هيدا الفرد، لأنه هيدا الفرد عم بيكبر، عم بينمى، عم بيستفيد من معلوماتي تيحسن حياته، تينمي حاله، وهيك بيصير النمو بالمجتمع بالمطلق. ويمكن هيدا الشخص بعد سنين يضلوا ذاكرني، ووقتها يعبر امتنانه تجاهي، ويمكن يرجع يتواصل معي، ويمكن يرجع يفرجيني انه هو ما بعرف خلص مدرسته او او طلع شهاده من هيدا الشيء. فهيك بنكون عم نرد للشخص الثاني. سبحان الله، الشخص المعطاء لا يمكن احد ينسى، اللي يعطي بدون ما ينتظر المقابل. أيوة. اللي يعطي بدون ما ينتظر انه اشكروني أكيد. او قدروني او شيء، عمر الناس ما ينسونك، يعني تمر في حياتهم حتى لو كان العطاء بسيط وتظل في الذاكره. صح. يعني ما ومنشان هيك كثير قيمه بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي اشخاص عم تتباهى انه انا اعطيت وانا ساهمت وانا عملت. نعم. بس هيدا يعني فيه شقين فعلا احنا نشوف في كثير توثيق للعطاء، في اشهار لهذا العطاء. ممكن ناس يقول لك انه احنا نشر هذا على اساس نشجع الاخرين، وفي ناس ينتقدون مثلا هذا الشيء. شوف، هو في العطاء اللي ينتشر على السوشيال ميديا يعني يكون له فائده. يعني انا شفت ناس مثلا يساعدون العالم في رمضان على السوشيال ميديا، برامج على السوشيال ميديا، لكن الهدف انه تعالوا شاركوا كمان انتم، نشجع الباقيين، نشجع الباقيين، وكمان انتم تقدرون تساهمون ماديا، انه احنا نتوسع اكثر ونساعد مزبوط. ناس اكثر، هذا مقبول. ولكن العطاء لمجرد انه احنا شوفوني أيوة. فهي بترجع لنيتنا، شو هي نيتنا، وصفوا النية يا جماعه، صفوا عاد. تينا جروس، شكرا جزيلا. شكرا لكم، عافية. والله يجعل إن شاء الله أيامنا وأيام المشاهدين كلها عطاء وأخذ بعد، مو لأنه في متعة عطاء وفي متعة الأخذ. فعلًا، ومتعة إنه أنت تعطي وتأخذ، يعني مو إنه أنت تنتظر مقابل. نعم. لكن زي ما قالت تينا إنه الامتنان، التقدير، الأشياء هذه ترفع فعلاً. من معنوياتك فعلاً. فتخلي يعني العلاقات دائمًا فعلاً. بخير زي ما يقولون. أكيد. وكثير